يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة على حاجة مهمة جدا جدا، على تنوع واختلاف ما بين سن الناس وأفكار الناس في الجواز، بس ده كله ممكن نتعامل معاه وننتقل فيه من هذا الاختلاف وهذا الاختلاف في أنماط الزواج إلى توافق ورضا وسعادة، بس بشرط إن احنا نقرب من بعض، نفضل نتكلم مع بعض، نفضل كمان نبحث عن مشترك، وكل ما نزود المشترك بيننا كل ما كتير من الفروق بتتلاشى، وكل ما الدنيا بتفتح أبوابها لأهداف جديدة وأبواب جديدة من السعادة بندخل فيها وإحنا ممسكين بإيد بعض، وبيغمرنا مدد الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة. يا رب أفض علينا مودة ورحمة على بيوتنا حتى نشكرك على الدوام، حتى نشكرك على الدوام بقلوب عامرة بمحبتك وبشكرك وبحمدك على ما أوليتنا من نعم. يا رب العالمين اجعل بيوتنا غارقة في نعمة المودة والرحمة، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.